طيب خلونا مشاهدينا نروح لمحافظة الوادي الجديد واللي شهدت إقبال كبير امبارح. بينضم لنا دلوقتي مراسلنا محمد بدر الدين من أمام إحدى اللجان في الوادي الجديد. بصبح عليك يا محمد. صباح الخير زميلي هشام، صباح الخير على كل الزملاء في الاستوديو. أهلا بيك محمد. أنتوا عندكم المحافظة طبعا ليها طبيعة خاصة، سواء كبيئة أو حتى تعداد سكان والكلام ده كله. عايز أعرف منك إزاي بدأت العملية من امبارح ولغاية دلوقتي؟ من امبارح وحتى الان يعني اقبال كثيف جدا، خاصه امام اللجان الخاصه بالسيدات. يمكن المشهد في وادي الجديد تصدروا الكبار السن والسيدات، وبشكل ملحوظ برضو بدا الشباب خلال الفتره الاخيره من الساعات المتاخره من امس وحتى الفتره الاولى النهارده من الصباح بدات الشباب تظهر بقوه. نسبه التصويت في اليوم الاول وصلت 15.3% اللي ادلى بصوتهم بامام دي نسبه رسميه محمد؟ نسبه رسميه 15.3 15.3 تمام، اعلنتها المحافظه على الصفحه الرسميه للمحافظه. وده التصريح للسيد المحافظ اللي هو محمد الزملوط، هو حاليا يمكن بيجوب كل المراكز المحافظه، لان احنا عندنا المسافات متباعده جدا، محافظه كبيره الحقيقه. الفرافره يمكن تبعد عن العاصمه 500 كيلو، الداخله 200 كيلو، فبالتالي احنا يمكن بنتكلم في مسافات تتعدى ال 1000 ويمكن 200 كيلو بالظبط. فبالتالي مساله ان كل اللجان الانتخابيه تبقى موجوده بالشكل المكثف ده مجهود كويس جدا من الاجهزه المعنيه، سواء اجهزه تنفيذيه، سواء منظمات مجتمع مدني، احزاب، جمعيات، كل ده بيشارك في هذا العرس الموجود. والاقبال بشكل كبير جدا يمكن منذ صباح امس وحتى الان امام اللجان اقبال كثيف ومتزايد. يمكن اللي ادلى صوته امبارح حتى موعد اغلاق الصناديق كان 26563، ده من اجمالي 173724 ممن لهم حق التصويت. يمكن عندنا الوافدين كتير جدا في المحافظه نظرا لوجود شركات استثماريه في منطقه الفرافره على وجه التحديد ومنطقه شرق العوينات، لان المساحات شاسعه ففي عاملين بشكل كبير من خارج المحافظه بيعملوا في هذه الشركات. فالحمد لله محمد، هي لجان الوافدين منتشره في ارجاء المحافظه ولا في اماكن معينه؟ لا موجوده يعني في كل اللجان الموجوده على مستوى المحافظه. الوافدين بيدلوا بصوتهم في اي لجنه، تمام، يعني مش تخصيص لا، كل في اي لجنه على مستوى الوادي الجديد اي واحد وافد بيقدر يدخل بالبطاقه رقم القومي يدل بصوته، والامور ميسره تماما. حتى احيانا اصحاب الشركات اللي هي الاستثماريه سواء بقى مزارع كبيره وشركات كبيره بتوفر اتوبيسات بالتنسيق مع المحافظه ومع رؤساء المراكز الخمسه اللي موجوده، بتوفر اتوبيسات لنقل العمال في هذه الشركات لصناديق الاقتراع. باذن الله اكيد هنتابع معاك يعني مجريات العمليه على مدار الساعه وخلال بكره باذن الله اليوم الاخير. بشكرك جدا زميلنا العزيز محمد بدر الدين من امام احدى اللجان في محافظه الوادي الجديد. من الوادي الجديد نروح